بعد إلقاء كلمته في هذه القمة أو هذا المؤتمر. ومن يعني معلن أن الرئيس الأمريكي سيقوم بجولة أخرى، كما تابعتم كانت بدايتها مصر، وستتواصل إلى دول أخرى بعد ذلك. يعني منذ قليل تابعنا كلمة الرئيس الأمريكي في اليوم السادس لقمة المناخ، والتي كان مخصص لها الحديث عن إزالة الكربون. ولكن الرئيس الأمريكي يعني استفاض في كلمته، لم يتحدث فقط على إزالة الكربون، ولكنه تحدث عن الخطر الذي يواجه العالم بشأن التغيرات المناخية. في كلمته شكر استضافة مصر لهذه اللحظة التاريخية، وأيضا حيا جهود جون كيري المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ لتحقيق التقدم الهائل في عمل المناخ طيلة عامين. وقال إن رسالته في مصر في مؤتمر كوب 27 منع الوصول لكارثة مناخية يتحدث عنها كل العالم، وذلك ضروري لحاضرنا ولمستقبلنا. ولمزيد من التفاصيل حول كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنضم إلينا من شرم الشيخ مراسلتنا إلى هناك ريهام أديب. ريهام، مرحبا بك، كنت حاضرة لكلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حدثينا باستفاضة أكثر عن أهم ما جاء فيها. أهلا بك سحر، وبنرحب بكل مشاهدينا على شاشة التلفزيون المصري، على شاشة القناة الأولى المصرية. بالتأكيد سحر، هذه الكلمة المهمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأنه تقدم بكل الشكر وبكل التقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستضافة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحضور هذا المؤتمر المهم في هذه اللحظات التاريخية التي يعاني فيها العالم بأسره من القضية التي تعتبر أخطر قضايا القرن، وهي الأزمة المناخية أو الأثار السلبية للتغيرات المناخية. بالتأكيد تم التطرق إلى الكثير من النقاط الرئيسية من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن. ذكر أن الأهرامات وأن الآثار هي حاضرة وشاهدة على عبقرية البشرية، وأنه لا بد أن يتم منع كل الكوارث الطبيعية ومنع كل هذه التغيرات المناخية التي تهدد البشرية بأكملها. تقدم بتعهداته إلى أنه سوف يتم الالتزام بشكل شخصي بهذه القضية الخاصة بالتغير المناخي، بالإضافة أيضا إلى أنه ذكر أن هناك يعني الكثير من المليارات التي سوف تخصص بشكل أساسي لدعم القارة الإفريقية، تحديدا 150 مليون دولار مخصصة لمبادرة بريبير، وهي مخصصة لدعم عملية التكيف في القارة الأفريقية. كذلك أيضا تحدث عن أهمية خفض الميثان وخفض كل الانبعاثات والغازات الدفيئة التي تعتبر هي السبب الرئيسي في زيادة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وأيضا تحدث على أنه يجب أن يتكاتف العالم بأسره من أجل التصدي لهذه القضية الخطيرة التي تهدد كوكب الأرض والتي تهدد البشرية بالكامل. تحدث أيضا على أن الإدارة الأمريكية منذ عام 1986 وهي تلتزم بضرورة التصدي للأزمة الخاصة بتغير المناخ، وأن هناك تعهدات بأنه في عام 2030 بالفعل سوف يكون هناك يعني العمل على كل المحاولات التي تتصدى للتغيرات المناخية بخفض الانبعاثات الضارة والميثان وغيرها مما يتسبب في هذه الآثار السلبية للتغيرات المناخية. بالتأكيد يوسف كانت كلمة ثرية للغاية، وكانت كلمة أيضا كلها تقدير للجهود المصرية والمبادرات المصرية التي بذلت في مجال الحفاظ على البيئة ومواجهة مختلف التغيرات المناخية. نعم ريهام، لقاء أو كلمة السيد الرئيس الأمريكي جو بايدن هنا في شرم الشيخ في قمة تغير المناخ كوب 27 أضافت زخما من نوع آخر لهذه القمة، قمة التنفيذ،
إذا أردنا تسليط الضوء على وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شرم الشيخ للمشاركة في هذه القمة، فنستطيع أن نقول أن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها جو بايدن إلى مصر. الزيارة الأولى كانت في عام 2009 عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والتقى بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري قبل إلقاء كلمته في قمة كوب 27، اللقاء الذي تم تأكيد فيه على عمق العلاقات الاستراتيجية وبين البلدين، بين مصر وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وتوافق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد بايدن في هذا الإطار دعمه للموقف المصري الرائد والمحوري في معظم قضايا المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية، وأكد أيضا دعمه ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لمصر في استضافتها لقمة تغير المناخ كوب 27 التي شكر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافته هذه القمة. قبل القمة، قبل الكلمة بقليل، كان هناك مؤتمرا صحفيا لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والتي أشارت فيها إلى الخطوط العريضة التي تحدث فيها فيما بعد الرئيس الأمريكي من داخل قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، والتي أكد فيها وبدأها بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم مصر هذه القمة التاريخية، والتي الكلمة التي جاء فيها العديد من الرسائل والوعود. جدير بالذكر أيضا سحر، قبل أن أنتقل من إلى هذه النقطة، أن أشير إلى أن هذا هو اللقاء الثاني بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. اللقاء الأول كان في قمة جدة. إحدى النقاط المهمة التي وردت في خطاب السيد الرئيس جو بايدن الرئيس الأمريكي هي إشارته إلى إقرار قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة في الصيف الماضي، ووصفه بأنه من أهم القوانين التي تم إصدارها في الولايات الأمريكية وربما يصدر لأول مرة، وأشار أو أعاد إلى أذهان الحاضرين اهتمامه بقضية المناخ منذ أن كان عضوا في الكونغرس الأمريكي عندما تقدم بمقترح مشروع لقانون البيئة وقانون المناخ في عام 1986. الرسائل العديدة في كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبدأ من التزام الولايات المتحدة بأنها ستسير في طريقها للحفاظ على الحد من درجة حرارة الكوكب، ووفائها بالعهود والالتزامات التي قطعتها على نفسها في اتفاق باريس 2015، وتقديم الدعم للدول الأفريقية والمقدر ب 150 مليون دولار. أشار في كلمته أيضا إلى حجم الإنفاق الذي تنفقه الولايات المتحدة على مشاريع التحول إلى الطاقة النظيفة، والتي تصل إلى حوالي 630 مليار دولار سنويا. الكلمة جاءت في يوم إزالة الكربون، وربما تحديد هذا اليوم كان مرتبطا بالقضايا التي ناقشها الرئيس الأمريكي في كلمته، فإزالة الكربون تتعلق مباشرة بالحد من الانبعاثات الكربونية والمحاولة والسير في طريق مواجهة التغيرات المناخية بزيادة استثمارات الدول النامية والدول المتقدمة على رأسها الولايات المتحدة، كما أشار، في مشاريع التحول إلى الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة. التحول إلى الطاقة النظيفة يوسف، والوصول بكوكبنا إلى بيئة نظيفة، هذا هو ما أكد عليه الرئيس جو بايدن الرئيس الأمريكي في بداية الكلمة التي ألقاها اليوم، بالإضافة أيضا إلى تأكيده على أنه سوف يقوم بتقديم مشروعات للطاقة الشمسية في أنغولا، ثم سوف يعممها بعد ذلك في العالم، وذلك بمقدار ملياري دولار، بالإضافة أيضا إلى التأكيد على أن هذه القضية التي تعتبر هي القضية الأهم والأبرز الآن، والتي يلتف حولها كل العالم من أجل العمل على الحد من تداعياتها، هي محور اهتمام العالم، وبالتالي هي التزام شخصي من قبل الرئيس الأمريكي بالتصدي لهذه القضية، القضية المناخية، وأننا لابد أن نصل إلى بيئة نظيفة، إلى بيئة خالية من الانبعاثات الضارة، وأننا نحافظ على الهدف الرئيسي وهو عدم يعني تعدي
1.5 درجة مئوية لدرجة الاحترار العالمي، لأن هذه الانبعاثات سوف تؤدي إلى زيادة هذه الدرجة، درجة الاحترار العالمي، ولابد لنا أن نقف عند هذه الدرجة المئوية، درجة ونصف درجة مئوية تحديدا للاحترار العالمي. مثلما تحدثنا أيضا، كان لقاء ثريا للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكد فيه السيد الرئيس على أن العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات قوية منذ أمد بعيد، منذ 40 عاما، بالإضافة أيضا إلى أنه تحدث على أن هناك مقاربة في الكثير من القضايا المشتركة والقضايا الموجودة في المنطقة بشكل كامل، والملفات المطروحة في المنطقة بشكل كامل. وربما هذا هو ما تبعناه أيضا من خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، القضايا المختلفة التي تم طرحها، الملف الليبي، الملف أيضا السوري، بالإضافة أيضا إلى القضية الفلسطينية واليمن، وتم التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل أيضا على دعم أن تكون هناك الدولة بكل مؤسساتها، كل المفاهيم الخاصة بالدولة بكل مؤسساتها، بالإضافة طبعا إلى التطرق إلى قضية سد النهضة والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بملء وتشغيل السد، وذلك للحفاظ على الأمن القومي المائي المصري. ملفات عديدة وكثيرة، وربما من أبرز هذه الملفات التصدي إلى القضية الأخطر، وهي قضية الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأيضا الوصول إلى التنفيذ لكل ما تم من تعهدات من قبل الدول المختلفة تجاه الدول النامية، ومعالجة الأضرار والخسائر التي لحقت بهذه الدول في هذه القمة الاستثنائية لمؤتمر تغير المناخ، والتي تحمل عنوان معا للتنفيذ في دورتها 27، والتي تنعقد هنا في مدينة السلام، المدينة الخضراء، مدينة شرم الشيخ. إليك سحر. ريهام الديب ويوسف عبدين كنتم معنا من شرم الشيخ، شكرا جزيلا لكما.